أول مرتب في حياة منصور عامر كان كام تفتكر؟ 195 جنيه. 195 جنيه. ده كان مرتب فين بقى؟ مرتب وكيل نيابة. يمكن ناس كتير ما تعرفش انه حضرتك كنت معاون نيابة وكيل نيابة. وكيل نيابة. ايه اللي يخلي شخص وكيل نيابة درجة اجتماعية مرموقة وخاصة في الريف، وكيل نيابة ده حاجة يعني قبها خالص، فيروح يسيب ده ويشوف حاجة تانية؟ طبعا النيابة دي يعني من اعظم الحاجات الواحد ممكن يشتغلها في حياته يعني. يعني شغلة ما فيش احسن من كده، سن 21 سنة ويبقى فلان بي ضايع وفلان بي جاي والدنيا مقلوبة عشانه، شغلة جميلة جدا جدا. انما انا كان جوايا حاجة تانية، وده الحاجة المهمة، انه لازم الانسان يبحث عن اللي جواه ايه. كل واحد ربنا خلقه بابداع معين وطاقة معينة، لازم يدور عليها يشوفها فين. مش معنى انك انت اتخرجت من وخدت حتى وظيفه كويسه ان ده مستقبلك وانت على كده، لا، اذا جواك حاجه تانية دور عليها. اذا انت مش قاعد يعني، انا كنت طبعا ناجح وكوكيل نيابه جدا والحمد لله انما كان جوايا شيء تاني عايز اعمله حقيقه. بس انا السبب الرئيسي بقى اللي ضغط على سيب النيابه كان والدي، كان ما شاء الله محامي كبير وعنده مكتب كبير، فقال لي يا تستقيل وتيجي اما هقفل المكتب، خايف على مكتبه وما عندوش غيري يشتغل في المحاماة، فكان نفسه يعلمني المحاماة. فمؤخرا رحت استجبت لي وخرجت وقلت يمكن هي دي انا مكاني المحاماة، يعني انا داخل اصلا هو عشان امسك مكتب ابويا. فروحت اشتغلت في المحاماة، انما برضو سنتين ومع نجاح كبير جدا ما شاء الله، قلت لابويا انا جوايا حاجة تانية خالص، انا هشتغل شغلانة ثالثة خالص، انا عارف انا عايز اعمل ايه. وبدأت اخش في العقار، ودي كانت فترة جديدة بقى في حياتك. طبعا. وهو يعني ساعدك في ده ولا كان في البداية شوية تنشانة، لا ما تعملش كده، لا خليك في المكتب؟ لا، ابويا كان بيقول يا مجنون، يعني حد يسيب المحاماة وانت مكتبك وانت ناجح وشاطر؟ لو مش شاطر مش هقول لك كمل، لما انت شاطر والموكلين بيحبوك وبيثقوا فيك ازاي تسيب كده؟ قلت له بابا انا عاوز حاجة انا برتاح لها نفسيا، يهمني اكون انا بشتغل حاجة مبسوط وانا بعملها. ناجح في المحاماة بس مش مدياني السعادة أنا عاوزها، أنا عاوز أشتغل حاجة بحبها. صحيح، بس حضرتك قلت يعني من وكيل نيابة لمحامي للعقارات، وقلت إنه مهم البني آدم يدور جواه على هو بيحب إيه. يعني اتأكدت منين إنك بتحب هذا المجال؟ بدأت الأول خدت بيت في مصر الجديدة، كانت الدنيا زمان رخيصة وكانت شغالة، يعني الفيلا دي كلها كانت 250,000 جنيه على بعضها. ده رقم كبير برضو جدا. انا فاهم، بس يعني قصدي ما حدش خايل الارقام بتاعت النهارده، ارقامنا كانت اسهل شويه. فروحت وخدت البيت ده، كنت بكسب كويس جدا الحمد لله محامي، يعني خدت البيت ده وبدات اهد فيه وبدات ابني فيه. وبعدين جت لي فرصه اخد حاجه تانية ومشيت معايا، الناس كانت بتيجي يعني عرفوا ان انا من مصر جديده والناس كلها عارفاني، فكانوا بيجوا يشتروا مني على طول، يعني مش مصدقين انا ببني بنفسي بتاع، فتعالى هات لي شقه مش عارف ايه، عارفين ان انا حاجه كويسه. فمشيت معاه. فرجعت لابويا قلت له بص انا خلاص، انا هي دي حاجه اللي انا حبيتها، لما شفت الخرسانه عارف يقول لك قلبي هفهف كده زي بتاع، عارف حرامي الغسيل يقول لك لما اشوف الغسيل قلبي حبل الغسيل. انا شفت الخرسانه قلبي هفهف، انا بتاع خرسانه، انا بحب الشغل الخرسانه وبحب احب الاعمار، يعني في حد ذاته بالنسبه لي متعه، اقدر اقف في الموقع على رجلي 20 ساعه وربنا يديه القوه وابقى مبسوط ما بتضايقش.